Oh.
أغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان واطلع الحي القيوم وتجلى برحمة الرضوان واهتز العرش ضربا وما ولا الكرسي عجبا وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنفست على رؤوسها الأصنام ونطقت دواب قريش بالمقالات حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب كعبه فهو إمام الدنيا وسراج الأنام وفرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر القومية وابشرت حيتان البحر بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام ونادى لسان حالك رائنات جاءنا اليسر بعد شدائد العزرية ولم تجد أمه في حمله وحما ولا تعبا ولا كرمية ولا تفالا ولا هزالا ولا مسألا وكان حمله صلى الله عليه وسلم في ليلة جمعة من ليالي الرجبية وانتهاء